السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الوصفه ديال اليوم هي وصفه من المطبخ الهندي الباكستاني، وصفه زوينه وسهله جدا، مختلفه على كيفاش كنطيبوا حنا الكرهين في المغرب. حنا كنطيبوا بالحمص وفيه ديك التعليكه زوينه وبنينه، طبق اساسي حتى هو عندنا في المطبخ المغربي. هنا عندهم في المطبخ الباكستاني والهندي كيطيبوا بطريقه مختلفه، كيطيبوا الكرهين شوربه، كيخليوه لمده يعني طويله بالاقامه والبصله والثومة وسكينجبير، حتى كيطلق هذاك الكولاجين ديالو، داك العظومة كيطلقوا الكولاجين وداك الطاقة اللي فيهم في الشوربة. والأكثرية ديال الناس هنا كيفطروا بها في الصباح سورتو في البرد، وعندهم هاد الثقافة، هذا كيقولوا زعما الناس اللي مراض خصهم يشربوا الكرعين شوربة لأنه كيعطي الطاقة. فكيف ما كتشوفوا انا شديت طنجره كبيره، ضروري طنجره كبيره لان غنزيدوا كميه الماء بزاف. ف زدت هنايا الكرعين، زدت شويه الزيت، زدت الكرعين وزدت لقامه صحيحه. لقامه صحيحه شنو فيها؟ فيها ورقه الغار، الهيل الاخضر، الهيل الكحل، القرنفل وجوج عواد ديال القرفه، وزدت هذاك الخليط ديال البصله والسكينجبير والثومه اللي طحنت وحمرتهم مزيان 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 تقريبا واحد جوج ديال الدقائق. ومن بعد بديت كنزيد في القامه. القامه شنو فيها؟ فيها القزبرم، فيها الكمون حبوب، زدت شويه ديال النافع مطحون، شويه ديال الكركم، شويه ديال التحميره، شويه ديال غرام مصاله، والملح بطبيعه الحال. الحرور كيبقى على حسب الرغبه، كاينين الناس اللي كيبغيوها شويه حاره، مثلا هنا في باكستان كياكلوها الناس حاره شويه. انا ما تعجبنيش حاره لانها كتوحل داك الحرور، كيوحل شويه في الحلق كيبرزط، فانا كندير الحرور بكميه معتدله. صافي حمرت شويه مع هذيك القامه وهذيك الخليط ديال البصله والثومه باش داك الكرعين تحيد منهم الريحه ويتحمروا مزيان ويجيو بنان. من بعد جوج دقائق تقريبا زدت عليهم شويه ديال اليوغرت، تقريبا حك بحال هكاك اولا كاس ديال اليوغرت، وحمرهم مزيان وشربوا هذيك القامه لمده ديال جوج ثلاثه دقائق. كيف ما كتشوفوا هنايا راه حيدت منهم الريحه وتحمروا مزيان، ولات فيهم بنه زوينه واحد الريحه غزاله. وعاد زدت كميه كبيره ديال الماء، الماء قد ما يكون بزاف قد ما يكون احسن، لان غادي يبقى يطيب لمده طويله، فما غاديش نبقى ديما نجي يعني كل شويه نجي نبقى نطلع عليه. فديروا الماء بزاف وخليوه يطلق، داك الطاقه اللي كتكون في العظام كتخرج في الشوربه وكيولي بنين. حتى ديك الشوربه كتحسي براسك راك تاكل شي سوب ولا شي حاجه فيها دجاج ولا بنينه بزاف. فخليته هنا يطيب. انا درتها كيف قلت لكم في الليل، يعني درتها مع ديك 12 الليل تقريبا، وجدت ليا مع ديك 7 الصباح، يعني تقدر تقولوا 6 7 حتى 8 السوايع. وكيف ما كتشوفوا راه طابوا مزيان، ولاو يعني مطلوقين كاع، يعني هذاك داك اللحم ديالهم هرى مزيان وما كل شيء كان على عافيه مهيله كيف قلت لكم. كان سميتو الملحه كانت ناقصه عندي، فزدت شويه ديال الملح، الحرور ما كانش عندي بزاف كان مناسب جدا. وهنا مشيت درت باش نزيد في هذاك المذاق ديال هاد الشوربه، كيف كنقولوا لها حنايا قليت البهارات، كيقولوا لها هنا كيف قلت لكم بالارديه ديالهم تيقولوا لها طرقه. فهذيك المرحله ديال الطرقه ديما كتزيد في المذاق ديال الاكله كيف ما كانت. فهنا شديت مقله صغيره درت فيها السمنه، كيف كنقولوا لها حنا كنقولوا لها في المغرب السمن، ولكن مختلف على السمن ديالنا، يعني هذا بالزبده، تقدروا تستعملوا الزبده وتذوبوها بزاف حتى كتخرج من هذاك السوائل وداك الحليب كتولي زبده صافيه. فانا استعملت هنايا السمنه وزدت عليها حبوب ديال الكمون، حمرتهم شويه على عافيه مهيله باش داك الكمون كيطلق داك الزيوت ديالو، كيطلق داك النكهه ديالو، وشديته زدته على داك الشوربه. فعلا اكله زوينه، وفي هذا الشتاء هذا كتعطي الطاقه مزيان ومزيان للعظام، لان فيها نسبه كبيره ديال الكولاجين.
هنا عندهم الناس كيفطروا بها في الصباح، وصراحه انا كتعجبني الصباح بكري كنفطروا بها، كتعطي الطاقه واكله صحيه. دونك كنتمنى الوصفه تعجبكم، شكرا لكم، سلامه.